الله 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 يوم على على عباس المشاوي. أنا بالنسبة لي عندي علاقة من المحطة القرآنية في الزيارة الأربعينية تعليم القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بس اسمك اسمك علي صادق الزاملي سيد علي الراس 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 علي سيد صادق سيد علي الزاملي يلا. والله انا عندي ارتباط اعتقد لو اسوي ارتباط بالعتبة سيد خضر الخراساني احنا انت بغداد وين؟ المعامل وعندنا 11 قارئ المقام العراقي عندنا بالشحر فرع مال محدد القرآن العتبة العباسية احنا نريد نسوي فرع بالمعامل 11 قارئ بالمقام العراقي تواصل ويا المقام المصري والله حبيبي هذا نال معهد حج احنا مو شغل احنا اصلا نشتغل حج نال استحقامات واحكام ما شاء الله عزيز ما شاء الله عزيز نلتقي بالأستاذ نلتقي بالأستاذ الله يخليك علي اسمك أستاذنا العفو أبو علي أبو علي أنا خادمكم أبو علي رضا الحداد على رأسنا أستاذ رضا من المحطة القرآنية تحدثنا عن طبيعة عملكم هنا احنا طبعا هذه مشروع العتبة العباسية نعم المعهد القرآني نعم تابع للعتبة العباسية المقدسة بلي فرع مدينة الحرية بغداد الكرخ مدينة الحرية نعم مشروع تصحيح القراءة والحمد لله اللي مساهمين به هم أنا عدة منظمات وعدة روابط وعدة مؤسسات قرآنية نعم نبتغي من الله من أبو الفضل العباس قبول الأعمال إن شاء الله لأن تصحيح القراءة سورة الفاتحة والسورة الأخرى هي من مقومات الصلاة بل لا تقبل الصلاة إذا كان بها خطأ فإن شاء الله الله يوفقنا بأن نعلم أكبر عدد من الشباب هاي الطيبة الحلوة حتى تقرأها صحيح حتى تنقبل صلاته والحمد لله رب العالمين موفق أستاذ الله بارك الله بك.